اعتلال شبكية العين السكري. ما هو اعتلال شبكية العين السكري؟ هو أحد مضاعفات مرض السكري التي تؤثر على شبكية العين، وهي الطبقة الحساسة للضوء في الجزء الخلفي من العين. ما هي أنواع اعتلال شبكية العين السكري؟ اعتلال شبكية العين السكري غير التكاثري هو المرحلة المبكرة من اعتلال شبكية العين السكري. لا توجد أعراض عادة. قد يلاحظ الطبيب بعض التغييرات في الأوعية الدموية في شبكية العين. اعتلال شبكية العين السكري التكاثري هو المرحلة المتقدمة من اعتلال شبكية العين السكري. يمكن أن يؤدي إلى فقدان الرؤية. تشمل الأعراض: ضبابية الرؤية، رؤية بقع داكنة أو عائمة، وميض الضوء، ألم في العين. ما هي أسباب اعتلال شبكية العين السكري؟ ارتفاع مستويات السكر في الدم. يمكن أن يؤدي ارتفاع مستويات السكر في الدم إلى تلف الأوعية الدموية في شبكية العين. ارتفاع ضغط الدم. يمكن أن يؤدي ارتفاع ضغط الدم إلى زيادة الضغط على الأوعية الدموية في شبكية العين. ارتفاع نسبة الكوليسترول. يمكن أن يؤدي ارتفاع نسبة الكوليسترول إلى تراكم الدهون في الأوعية الدموية في شبكية العين. ما هي مخاطر اعتلال شبكية العين السكري؟ فقدان الرؤية هو أهم مخاطر اعتلال شبكية العين السكري. العمى. يمكن أن يؤدي اعتلال شبكية العين السكري المتقدم إلى العمى. ما هو علاج اعتلال شبكية العين السكري؟ التحكم في مستويات السكر في الدم هو أهم خطوة في علاج اعتلال شبكية العين السكري. التحكم في ضغط الدم يمكن أن يساعد في تقليل الضغط على الأوعية الدموية في شبكية العين. التحكم في نسبة الكوليسترول يمكن أن يساعد في تقليل تراكم الدهون في الأوعية الدموية في شبكية العين. العلاج بالليزر يمكن أن يساعد في علاج بعض أنواع اعتلال شبكية العين السكري. حقن الأدوية في العين يمكن أن تساعد في علاج بعض أنواع اعتلال شبكية العين السكري. كيف يمكن الوقاية من اعتلال شبكية العين السكري؟ التحكم في مستويات السكر في الدم هو أهم خطوة في الوقاية من اعتلال شبكية العين السكري. التحكم في ضغط الدم يمكن أن يساعد في تقليل الضغط على الأوعية الدموية في شبكية العين. التحكم في نسبة الكوليسترول يمكن أن يساعد في تقليل تراكم الدهون في الأوعية الدموية في شبكية العين. فحص العين بشكل منتظم يمكن أن يساعد في الكشف المبكر عن اعتلال شبكية العين السكري وعلاجه.